الله معكم أعزائنا المشاهدين متابعي تشاريتي تي في وبرنامج من الأساس. بتمنى فترة الأعياد كانت خير وبركة على الكل، وإن شاء الله انطلاقة السنة الجديدة تكون كلها محبة وتفاؤل. بحلقة اليوم رح نحكي كيف منودع سنة ونستقبل سنة جديدة. رح نحكي كمان شو بيحمل معه الإنسان من سنة لسنة. رح نمرق شوي على بعض العادات يلي منعيشها بعيالنا بهالفترة، خصوصي بهالفترة قد بنسمح لحالنا نتخطى الحدود يلي بنكون رسمينها لحالنا كل السنة. وبما أنه رأس السنة هو يوم السلام العالمي، رح نتطرق كمان لموضوع السلام انطلاقا من رسالة البابا فرانسيس، ورح نشوف قد السلام الداخلي هو أهم من السلام الخارجي، خصوصا أنه السلام الخارجي عم بيكون مزيف ببعض المجتمعات ومفقود كليا بمجتمعات تانية. وبصرنا نستقبل اليوم أبونا شربي شلالة معنا بالحلقة. الله معك أسلام. أبونا الله معك، كل عيد وأنت بخير. سنة مبارك إن شاء الله. مرسي أبونا. شو بيحمل معه الإنسان من سنة لسنة؟ سنة جديدة بلشت، وكثير ناس تعتبر هالسنة هي محطة، رأس السنة هو محطة لانطلاقة جديدة، وكأنه يوم مميز عن كل السنة، وفي ناس تعتبره عادي مثل كل هالأيام. بس فعليا نحن عم نبرم الرزنامة، عم نشيل واحدة قديمة نحط واحدة جديدة، عم نزيد رقم على حياتنا من 2017-2018. شو ممكن الإنسان يحمل معه بهالنقلة اللي بتصير كل سنة؟ أول شيء بدي بس ألفت النظر، لأن كنا بالحلقة السابقة ركزنا أنه كل حدث في له قيمته وله وقعه بحياة الإنسان. لا شك أنه معظم الأشخاص هلأ نتيجة يمكن عوامل كتيرة، مش بس العوامل الاقتصادية، كتير عوامل غيرت مفهوم الناس أنه بيعتبروا رأس السنة مثله مثل كل الأيام. مش هيك حتى في ناس بيناموا بكير، صحيح. ما بيدلوا، نحنا كنا وصغار كنا من نام قبل ما تقطع ساعة 12، نقول نحنا قطعت سنة بلش سنة جديدة. وفي كانت عوايد معينة بهالموضوع انه ما لازم تكون عم تقطع السنة وانت نايم. مزبوط. هلأ يمكن نشوف ناس كتير بيناموا بكير، بيوعوا يمكن ساعة 2 ساعة 3، ما عندهم بقى يوم من رأس السنة مثله بكل الأيام، وفعليا هو مثله مثل كل الايام. انا بعتبر انه في اشخاص بيعتبروا انه سنتهم كانت منيحه انا عم بستمر، وفي ناس كان سنتهم بشعه بيعتبروا انه بدهم يناموا تما بقى يفكروا بموضوع، لحتى كانه عم يغطوا شيء قطع تيبلشوا شيء تاني. وفي ناس بيعتبروا انه هيدا النهار اساسي جدا لازم نعيشه بملقه، هلا بنشوفه بعد شوي، بملقه انه نعمل اشياء اللي ما قدرنا نعملها خلال السنه، وحتى بيتكلوا عليه ليكون انعكاس للسنه الجديده. اكزاكت. واوقات كثيره بنقع بكثير اشياء بنندم عليها، او اشياء كثيره بنضلنا كل السنه اذا بدك نغطي زيولها. نعم. طب اقول هلا بدي اقول انا انه السنه اللي بنعيشها نحن عم نعيش يوم بعد يوم، حياتنا ما في يوم أحسن من يوم، بالمعنى أنه خلص إن شاء الله بتكون سنة جديدة أحسن من السنة القديمة. كل اللي نزرعه بدنا نحصده. ما في واحد يقول أنه خلص إن شاء الله هاي السنة بدها تكون أحسن، أنا خلص بدي بطل كذب، بدي بطل أنه أعمل، ما بتزبط هيك الأمور. هيدي أمور إذا بدك عاطفية حلوة بتساعد الناس مع بعضهم، إنه بتمنى لك من كل قلبي تكون سنة جديدة ويلا وإن شاء الله، ما بتزبط هيك، ما بتزبط عمليا هيك. هي إذا بدك ضخ تفاؤل، بس تفاؤل مثل واحد إذا أنت عم تضخ محل عم بيعمل فويت ويطير، شو له معنى؟ عم تكب مي محل مفخوت كله، شو له معنى؟ بس مجرد ما انت عم تضخ اذا بدك عم تساعد حالك شوي، انه انت عم تساعد انه يا با سنة جديدة عم تبلش والاخره. كل اللي انا عم بعمله هاي السنة بدي احصده، اصلا بلشت احصده اصلا كنت خلال السنة والسنة اللي جاية. مشان هيك ما في، انا بنظري راس السنة هو محطة مثل كل محطات اللي منعيشها. منعيش إذا عم نحكي عن الأعياد الليتورجية، أو إذا بنحكي عن أعياد وطنية،
أو إذا عم نحكي عن أعياد خاصة بتخصني أنا، هاي ذكرى رسامة الكهنوتية، ذكرى مولدي، ذكرى زواجي، ذكرى هو محطات شخصية، هي وقفة لتخليني أقرأ اللي عشته وأعرف شو يلي بدي شذب، شو يلي بدي كفي فيه، شو بدي عزز. بس كل يلي أنا عملته ما فيي أنا بشخطة ألم أو بتطفي الضوء وتضوي الضوء مثل ما بنعمل منطفي ومنضوي إنه بلشنا، مش هيك بتصير. مش هيك أوقات كتير الناس نهار عيد رأس السنة بيعيشوا كآبة، لأنه بيفكروا حالهم أنه كان هالنهار مفروض ينعمل إشياء خارقة بالوقت يلي لا، لأنه شو هو الخارق؟ هو اللي عم تعيشه اليوم، حتى بمأساته هو شيء خارق. مش هيك نحن إذا معتمد دايما أنه بكرة رح يكون أحسن من دون ما نشتغل على اليوم تبعولنا، ما في شيء أصلا رح نقدر نحمله. لأنه إذا بعتبر حالي كأنه شخص جديد بلش بعد 31 كانوا الأول، كون خاطئ أنا بالموضوع. لأن أول شيء ما في احترام لمسيرتي كلها، ما في احترام لكل المشاعر والصعوبات والنشاطات والأفراح اللي عشتها، كأنه ما إلها معنى هيدي، كأنه شيء تاني بده يبلش. إذا أنا مقتنع أنه أنا واحد متكامل وكل يلي عم عيشه إلو زيوله الإيجابية أو السلبية بحياتي، بعتبر أنا أنه هيدا النهار هو محطة مثل ترامبلان بيقدفني لمحل أكبر، ولكن بطلع مع يلي أنا حامله. ما فيي كب إشياء، لأنه تتكب إشياء بدك تكون عندك قناعة أنه عم تأذيك، ما عم تساعدك إلى آخره، وهيدا ما فيك تعمله بس بهيدا النهار. إذا بتعمله بالسنة اللي جاية، معناته أنه بتحمل كتير إشياء بحياتك سلبية أو إيجابية، وبدك تكفي قراءتها طيلة هالسنة. بس أنه أعتبر أنه امحي وبلش أو أخد وكفي، مش بهالسهولة. لأنه إذا ما في مع هالأمور كلها قراءة جدية جوهرية اللي أنا عم عيشه، بكون يلا عم قضي إرجع سنة تانية رح تكون يمكن مشابهة أو يمكن أكثر سلبية من يلي قطعت. يعني باختصار فينا نقول إنه واحد بده يخلي الأخطاء يلي كانت معه تكون هي مثل محفز لما يرجع يكررها، وكل شيء إيجابيات يستمر فيها. والإيجابيات كمان بده يعرف يقرأ كل شيء، لأنه ما ننسى إنه إحنا عم نكبر. ونظرتي للأمور مبارح مش معناتها إنه هالقد بتغير 180 درجة بكرة، ولكن في كتير مفاهيم عم تزداد بمعرفتي. مشان هيك بدي أعرف أنا إنه هديك السنة كان عندي أنا هالقد مفاهيم، عم بقرأ أموري على أساس هذه المفاهيم. بدي أعرف إنه يوم بعد يوم هالمفاهيم عم توضح عم تنضج، قراءتي رح تكون أكثر تمييز وأكثر نضج. مشان هيك ما بدي حتى اللي عم بحملهم اشي حلوة، ما بدي نام على ريش نعام وقول ايه ما هودي منيح، كل الناس بتحبني، انا دحوق، انا بخلق جو، انا كذا. صحيح، بس انا كمان بدي اشوف انه هل يا ترى اللي كنت عم بعمله انا ويمكن مبسوطين الناس مني، هل هو بس هون محصور؟ اما في اشي تاني بدي استفيد منها، انه استفيد من انه انا هالقد فرحان انه روح ابعد، مش قضية بس انه صفاك الناس مبسوطين مني. لذلك حتى الامور عم بيخدها جيدة ما بدي انا نام عليها انه خلاص، لانه بدي فعلها، بدي طورها، بدي شذب منها كمان. وهي اوقات كتيرة في صدمات كتير، انه مع اساس كنا هذيك السنة كل راضين علي بهالموضوع، اش صار اليوم؟ لأنه يمكن في أمور كتير الناس عم بتفكر طريقة جديدة، يمكن أشخاص ما بقى عم يقشعوا هذا الشيء فيي بهالطريقة نفسها. بدي أنا جميع دلني بقراءة مستمرة اللي أنا عم عيشه من دون ما غير قناعات بهالسهولة كمان، بس بدي غير إذا بدك استراتيجية، بدي غير طرق، بدي غير أساليب، ولكن قناعات مش بهالسهولة بغيرها بحياتي. مشان هيك حتى الأشخاص اللي بيكونوا عايشين شوي
مش كتير بطريق سليم إذا بدك، مش بطريقة سريعة بتصير كل الأمور. ليه؟ لأنه في قناعات مقصلة فيه، مش كله أنه مش قادر وهيك تعودت وهيك أنا بعرف وبلني مثل ما أنا. في أوقات مفاهيم وقناعات مقصلة فيه ما في غيرها، لأنه صار 31 شهر وتاني نهار واحد كانون تاني. مشان هيك برجع بركز أنه قراءة مستمرة لحياتي هي ضمانة أساسية أنه هذا النهار برغم رمزيته الحلوة هو كمان ما بيقدر يغير فيه جذريا إذا أنا ما كنت بلشت هالمسيرة بقراءة جوهرية لحياتي. مشان هيك أوقات كتيرة في ناس بعد شهر بأول شباط بيدبرسوا بيقول أخذت قرارات وبدي أعمل وبدي شو، منا بهالسهولة. لأنه حتى لو قرارات حلوة أنت منك وحدك عايش بهالدنيا، في عندك ناس حواليك، في ناس عم تشدك يمكن بإرادة أو بغير إرادة، عن جهل أو عن قلة جهل وعن معرفة عم تشدك. مش هيك أنت ما فيك تقول لأنه أخذت قرار أنت أنه كل الأمور بدها تمشي قدامك مثل الساعة، لأنه في عندك اعتبارات بشرية حواليك، عندك اعتبارات جغرافية تاريخية نفسية بتلعب دورة. مش هيك كل قراءة لحياتك ما فيها تكون فقط انه انا قررت انه بدي اخد معي هودي كب هودي، واذا بلاقي حاله انه حكوا شوي بيرجع بيجيب كل هودي الكبون بيرجع بيجوا. ليه؟ لانه بعضهم موجودين. مش لانه قلت له ليسوع انت انا يسوع ابتداء من واحد كنون تاني بدي بطل كذب، ما بتقدر، لانه بدك تشوف شو اللي عم يخليك تكذب، شو يلي اصلا بتفكر فيه لما بتكذب. هل اشخاص قدامك تغيروا تو بطلت تكذب عليهم؟ هو كلهم اذا ما قريتهم ورجعت عطيت لهم كل واحد بنصابه ما فيك تبطل تكذب، وجرأة ما بدك من قرارات بناخدها. يعني هو القرار يمكن صحيح بحد ذاته بس طريقة تنفيذه هي اللي عم تكون مش غلط. بس طريقة كمان بدي يحط له اذا بدك بدي يحط له الانجريديان المحتويات تبعوله، بدي يحط الاساليب تبعوله الطرق تبعوله، بدي يحط له اذا بدك الاطر اللي بتحميه خطة عمل اللي بتحميه. والا طب انا ما بدي بطل كذب بس كل اللي حوالي عم يشدوني الكذب، كيف بدي اعمل حالي؟ يمكن اترك المحل تقدر ارتاح، يمكن بدي عد العشرة ما اخد قرار. هو كله انا فكر حالي انه لانه اخذ قرار انه تاني نهار رح يكون يوم جديد، ابدا. وهيدي انا برأيي كتير اشخاص عم بيعيشوا حالات كتير كتير صعبة نفسيا متى وقتها بتعمل بتقرر. في كتير ناس بعد واحد كانوا تاني بدي يعمل رجيم، يا حبيبي ما فيك كيف تعمل رجيم تقبرني هيك؟ اي تنين رح تبلش فيه؟ بس انا خلص بدي من تنين بدي بلش، اي سنة اي 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 اي, أي تاريخ؟ ما في انا اعمل هيك. هو كله مش هيك الناس بيقولوا انا ما بسوى انا عاطل شفتوا انا ما بقدر. لا انا بقول دايما الاشخاص وقت بتاخد بدك تبلش سنة جديدة بتكون عندك الوقت تاخده، مثل بيعملوا اليوم كتير شركات مثلا بكرة او اليوم في شركات بتسكر ما بقى بتستقبل زبون زبوناتها. ليه؟ تتعمل جردي تبعولها وإلى آخره. هالجردي تسألون تعملوا وقت نهار الجمعة؟ لا نحن نهار الجمعة نختم الجردي مبلشي من زمان. الشركة عم تعمل جردتها بكل السنة، ما فيك دلك يا أخي النهار تعمل جردي. مشان هيك في كتير ناس بيصلوا آخر النهار مرتاحين، بس يلي هن مقررين يعملوا سنة اللي بعدها ما بينكروا انه في صعوبات كتيرة موجودة. مشان هيك بقولهم للناس ما توسعوا بكاركم كتير، ما تحطوا امال كتير مثل كأنه هاي السنة 2018 بدها تكون سنة مفصلية. بتمنى على المشاهدين وانا عم بحكي حالي كمان بذات الوقت ما بقى عندنا اقول للناس انه هذا مفصلي بحياتك. شو مفصلي بحياتك؟ مربورس لما قشط عن الحصان فكرك انه هون قشط هيدا ايه صار كل شيء على الحصان؟ اما هيدا زلمي قال له لكو عم يرجم استيفانوس، كان عم يشتغل فيه الشغلة، هو عم يرجمه، هو عم يقتل المسيحيين، عم يشتغل فيه هذا العمل.
عشان هيك ما في شيء اسمه مفصلة، ما في شيء اسمه أنا اللي عشته أول مرة بعيشه، ما في شيء اسمه أنه أنا عشت نهار ما شفت منه بحياتي وما بقدر أنساه أبدا. يعني هالأشخاص يلي بيعيشوا خبرة وتخليه تصير هي في تحول بحياتهم، هيدي هي تراكمات ولكن خفية؟ أكيد أنه ما في شيء بيصير لأن لو بيصير بهالطريقة في كتير أمور بتتغير بحياة الناس. ما في شيء بيصير هيك إذا ما بتشتغل على حالك. وإلا كان يسوع على الصليب مفروض أنه كل اليهود بكل أحياء ومناطق اليهودية وكل فلسطين لازم يتغيروا، لأنه كان مفصلة مش بنظرهم. بس هيك أعمل لك أنا أنه لأنه كان مفصلة هو ده شغلة بالنسبة لكتير أمور. ليه ما تغيروا الناس؟ لأنه في شغلة وتم نقول المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. اوعى تفكر انه لانه ولد يسوع هيدا هي رح يصير السلام. ولد يسوع سلمت مشروع لألك ويليام ولألي ولكل الأشخاص، سلمن أن يصنعوا السلام. عشان هيك في ناس كتير بيقولوا وين ميلاد يسوع، وين السلام؟ لكن نهار ميلاد يسوع عم يدبحون ويقتلون بفلسطين بعدنا حد هلا. يعني كانوا عم نرجع نتذكر مثل ما اليوم بإنجيل اليوم عم نعمل إذا بدك نتذكر كل المحطات اللي قطع فيها يسوع، قتلوا الأطفال، هرب على مصر إلى آخره. كيف هيدي مولد يسوع؟ في حروب؟ في قتل؟ حتى هو ما عاش سلام بميلاده. مشان هيك سلمنا مشروع السلام وقلنا انتو بتصنعوه، مع انه شو هيدي ولادة يسوع. مفروض انه كل يعم السلام بالعالم ليدبح هيرودس الولاد، كيف بده يقصف عمرهم لشو اسمه المجوس، كيف ما رجعوش؟ وين سلام هيدا؟ يسوع كيفه السلام؟ عشان هيك ده بيعطينا دعم لقلنا كتير قوي انه ما في شيء بيصير اذا ما اشتغلته. ما بنقدر يا ويليام يا حبيبي، ما بيقدر انسان نقعد دلنا كل النهار نقول يلا وان شاء الله سلام يا عم وان شاء الله. اذا بعدك بتسرق خيك الانسان، بعدك بتفنص عليه، بعدك بتظلمه، بعدك بتفسد معه، بعدك حقود، بعدك كذا، ما في سلام. رح نحكي عن السلام اكتر ابونا ولكن بعد هالفاصل الصغير. فاصل مشاهدينا ومنتابع من بعده حوارنا. تابعين معكم مشاهدينا حلقة اليوم من برنامج من الأساس مع أبونا شربل. أبونا قبل الفاصل كنا عم نحكي شوي عن هالمحطة المفصلية يلي بيعتبروها الناس إنه هن رح يتغيروا فجأة من يوم ليوم، في البعض هيك بيعتبر، ويمكن كرمال هيك بيسمحوا لحالهم يتخطوا حدود يلي رسمينا لحريتهم على مدار السنة. يعني في ناس مثلا كل السنة ما بتلعب قمار أو ورق، هالليلة بيلعبوا هن وحتى بيلعبوا أولادهم كمان، بيكونوا صغار بيلعبون معهم 7:30 وبينجو أوقات على مصاري، وبيعتبروها انعكاس انه اذا توفقوا بهالليلة كل سنة رح تكون منيحة. كرمال هيك بيسمحوا لحالهم لانه بيعتبروها مفصلية انه يتخطوا حدودهم بهالمجال. في شغلة ميز اول شيء بين عوايد بتنعمل بقلب العيال. انا كنت العب 7:30 نلعبها على قمح او على فاصوليا، واذا كان يعني كأنه بده يعطيه بيي بده يعطيني هدية لألي، كان انه نلعب على شيء ما بيتعدى كان بوقتها، نحن مش كتير كبير انا، بس انه بوقتها كانت نص ليرة والليرة والخمس ليرات كانت تحكي يعني 7 لغات. هلا بقول لك تفتح تمها بقى هلا خلص. هودي عوايد، وبتصور هالعوايد بتصور حلوين، ولكن اعتبر حالي انا حتى بهالعوايد الصغيرة يلي كانت ما بتتعدى انه على المصاري تتعدى كتير شيء قليل جدا، وبتبقى بقلب العيلة بالنهاية. اذا ربحت انت خيي
أو أنا كأني ربحنا تانيتنا. نعم. هي شيء. شيء تاني إنه أربط إنه هالنهار بدي حقق شيء خارق، وإذا ما تحقق فإذا أنا سنتي كلها ما بتسوى. أولاً هي باردون هي هيك هي انعكاس للماضي، ولا إذا أنا حققت سنتي بتكون منيحة؟ هدي إنه أنا اليوم إذا مش الحال فإذا رح أعيش السنة مجدد. الجديدة عم وإذا ما مش الحال فإذا أنا سنتي رح تكون تعتير، مش تتويج للسنة الماضية يعني. نو وبالعكس قوتي كتيري بتكون لأنه كان هالقد سنته ما بتسوى، بيقول تشوف هالسنة يا بنزل بالإحباط وبنزل بالجورة يا برجع بوقف وبقلع. بشو؟ بالورق؟ بالقمار؟ بالألعاب يلي هي ألعاب الميسر وغيره؟ معقولة هيك أنت مصيرك ومستقبلك مرتبط بهالوراق يلي ما منعرف إذا الآخر عم بيزعبر تما يربحك، أو ما بعرف كيفك عم تلعب إذا بتعرف تلعب أو لا كمان، إذا شاطر كفاية إذا تربح. شاطر، وبتمنى ما يكونش حدا شاطر بهالموضوع، أو أنت حاطت كل أمالك تفكر حالك إنه بهالورقة يلي بتفتحها هي بتحدد لك مصيرك. لو هيك القضية كان في أمور كتير تغير بحياة الناس. مش هيك أول مبدأ بدنا ننتبه عليه إنه أصلاً اللي إحنا عم نلجأ لإله ما إله علاقة أبداً علمياً عم بحكي بالحياة بإنه كيف رح تكون حياتك. علمياً ما إله طعمة. الناس بيحطوا براسك هالفكرة لأن بدهم يبيعوك البرودوي تبعولهم. يعني انت قويت كتير بده يبيع بنطلون لإلك بده يقول لك بجنن عليك، هو مزبوط بيكون بجنن لانه بيكون مش لابق لك، جنن سلبيا يعني، بس لانه هو بده يبيعه. مشان هيك بدنا ما في انا اربط مصيري ومستقبلي باشخاص بدهم ينهشوني ويسحبوا مني، خاصه اذا كنت هين ومعي مصاري كتيره بدهم ينهشوني. اخر همه انا كيف بصير فيي بعدين نفسيا وعائليا واجتماعيا. زين هيدا بدنا نعرف نميزها اول شيء. تاني شغله، حتى لو ضبطت معك وربحت بالالعاب القمار يلي ما بشجع ابدا اشخاص انه يلجأوا لهذا الشيء، بس اذا ربحت انت انه خلاص الجهد بقى موجود، ما بقى عندك جهد تعمله، ما بقى عندك مسؤوليه، ما بقى عندك شيء تتمنيه تترجيه او تسعى لإله، خلص يعني اذا ربحت يعني الامور فتحت لإلك. علميا مش مزبوط، روحيا مش مزبوط اكتر، لانه انا بدي اياك تجاهد وتسعى لتنمو في الحكمة والقامة والنعمة. ما في انت انه انت بتنمى هيك من دون اي جهد. زين هيدي شغلة تانية اساسية. شغلة التالتة، الاشخاص يلي بيعتبروا حالهم انه هيدا النهار هو مفصلة، يعني لازم اعمل كل شيء لحتى بلش عن جديد بكرة. يعني بيقول انا اللي ما قدرت عملته او بدي اعمله مش كتير منيح، وانا بعرف انه مش منيح، بس لانه اخر نهار بالسنة وخلص بكرة بدي بلش عن جديد، حياة جديدة، بدي بلش حب مرتي، ما بقى بدي خونة، ما بقى بدي اعمل كذا. بيروح بيعمل مفاعيله او بتعمل مفاعيله، لسا بيعمل مفاعيله كون عم تعمل مفاعيله صحيح، مش عم يعمل الا اذا كان عنده غير ميول، بس بيعمل مفاعيله. وشخص التاني بيعتبر حاله انه لانه بكرة رح بلش عن جديد. هو مش عارف الانسان انه هو واحد متكامل، كل اللي بتعمله اليوم رح يكون له تأثيراته على حياتك بكرة وبعد بكرة. صحيح ما بدي اطلع بالماضي لانه هو بيفكر بهالطريقة انه بكرة ما بقى بتطلع بالماضي، صحيح، بس يا حبيبي الماضي منه مجموعة شقف بتحطها ما ملزقة ببعضها، بتسكر الأباجور بدلش واحد تاني، لا، لأنه هي حياة متشابكة مع بعضها، كل ما تعمله اليوم تحصده بكرة. أبونا معقول يكون في سلام من دون يسوع؟ كونه كمان بواحد الشهر نحن نعيد عيد ختانة يسوع وتسميته يسوع،
واسم يسوع هو كان بطلب من الملاك، وختانه هي خضوع للشريعة، وكأنه هالربط بين الشريعة الإلهية أو الإرادة الإلهية والشريعة اليهودية، اجتمعوا السماوي والأرض سوا، وهو يسوع معناته الله يخلص تسمية. معقول يكون هو بس سبيل الخلاص والسلام للعالم؟ وحتى لو أشخاص ما عرفوا يسوع، الخلاص يكون بيسوع. مشان هيك الأشخاص اللي عرفوا يسوع ومؤمنين فيه وعارفين إنه هو خلاصهم واختبروه، عليهم إنه يكونوا هن الشهادة بهالعالم. وبتصور كتير أشخاص من يلي ما عرفوا يسوع حيشوفوا بهالأشخاص إنه هذا الخلاص جاي لا في مصالح ولا في مآرب خاصة ولا في أصلاً نوايا مخبية من يلي إحنا عم نقدمه للعالم. مشان هيك أنا برأيي الويل لقلنا إذا كنا ما عم نعرف ننقل هذا السلام لعالمنا. مش مطلوب أبداً نجعل كل الناس مسيحيين، ليش لا؟ إذا بدهم، ولكن عنا أكيد شيء ضروري إنه يلي نحن عم نعيشه أقله، يلي نحن عم نختبره أقله نعيشه قدام الناس. وأنا برأيي هيدا طريق أسهل وأقوى إنك تكون شاهد ليسوع السلام والخلاص. هذه يمكن واجبتنا كمعمدين، ونحن هلأ بعد يومين رح نحتفل بعيد الغطاس أو الدنح، ويلي هو عيد ظهور الإلهي كما يسموه، لأنه ظهر الثالوث لأول مرة. صحيح. صوت الآب والابن والروح. شو الرسالة يلي فينا نوجهها للناس بهالمناسبة؟ في شغلة مهمة، إنه هذا الظهور ممكن في كل وقت، ممكن في كل وقت. ليه؟ وبينما كان يصلي صار كل هذا الشيء، خلص صلاته، كان عم يصلي يسوع. معناتها نحن مدعوين إذا بدنا عن جد نعيش هذا الظهور أقله أول شيء بحياتنا، ما فينا إلا ما نرجع بيذكرنا فيه المجوس البخور اللي بيرمز للصلاة، كمان بيرمز إنه عم يقدم لله البخور، وبذات الوقت البخور يعني أيضا الصلاة. أنا بالصلة مع الله عندما أشدد وأعزز دور الصلاة بحياتي سيكون أكيد هذا الظهور بحياتي، الآب والابن والروح القدس. مشان هيك أنا برأيي هذا النوع من كل الشرور اللي عم نعيشها لا يمكن أن يخرج وينتهي إلا بالصلاة. وتم صلي هناك الظهور، ما فيك إلا ما تشوف الثالوث، ما فيك إلا ما تعيش الثالوث. مشان هيك إن عيد الظهور يستمر عندما ندخل في هذه ديناميكية الصلاة والرجوع للزيت والتوبة اللي بتجعلنا أن نجعل الله ظاهرا في هذا العالم. وقال لكم عم نكذب على العالم، يسوع مش بحاجة أصلا، دل كل النهار نقول له أنت العظيم وأنت أنت العظيم، ما قال لي أنت ملح الأرض، أنت نور العالم. وإذا عن جد بتآمن فيي وباسمي بتعمل هذه الأمور ستعملون أعمال أعظم من الأعمال التي أنا كنت أعملها. أعظم شو يعني؟ معناته أنه أنت مشارك لألو. مش هيك برجع لهوني، المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام، هو مشروع البشرية كلها، منه سحر، لأن ولد يسوع كل شيء ده. ولادة يسوع أعطتنا كل الانجريديان، كل المحتويات لحتى نصنع السلام. أبونا بشكرك على الحوار الممتع، ومشاهدينا بودعكم اليوم على أمل لقاء أسبوع الجاي. بشكر كل فريق العمل يلي تبعنا بهالحلقة، بشكركم على متابعتكم، بتمنى لكم أعياد مجيدة ومباركة، وإن شاء الله السنة تكون كلها خير وبركة على الكل. الله معكم.